معانا اول سؤال النهارده الاستاذ رضا الاستاذة الاستاذة رضا من هنا معانا معانا الاستاذة طيب ترجع تاني الاستاذة تتصل بينا معانا الاستاذ احمد من الاليوبيه السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله اتفضل يا استاذ احمد السلام عليكم اتفضل يا استاذ احمد عليكم السلام ورحمه أنا وزوجتي دكتور دايماً عندنا وساوس أنت وزوجتك عندكم؟ وساوس أه وساوس طيب الوساوس دي من بتطلع وزوجتها زي... زي... علامات في رجليها كده طيب أنا... أنا عندها إيه؟ وساوس ملا؟ و... أه معلش ودايماً بيطلع في... في جسمها علامات زرقاء كده أه يعني هي عندها وساوس وبتطلع علامات زرقاء في ج... جسمها طيب أه بتسأل بقى ده جاي منين؟ اه <applause> طيب اقول لحضرتك، أولًا ده السؤال دوت فيه شقين، الشق الأولاني هو شق الكلام عن التوهم، والشق الثاني الكلام عن الطب. الشق الأولاني الكلام عن التوهم ده بيحصل لناس كتيرة مع الوسواس إن يحصل لهم أثر نفسي جسماني. بيسموه سايكوسماتيكيز أوردر، يعني الأثر النفسي الجسماني. يعني الحاله النفسيه تعمل اثار جسمانيه على جسد الانسان. وبما ان احنا عندنا وسواس فاحتمال كبير جدا جدا تكون نفسنا الاماره بالسوء واخدانا ناحيه ايه؟ ناحيه احنا عندنا جن وعندنا احتمال يكون في مس واحتمال يكون كذا فبنروح ناحيه ده. ده الجزء اللي انا اقدر اكلمك عليه بسبب الخبره الطويله في التعامل مع هذا الحال. وانا اظن في الحاله اللي زي دي احنا محتاجين شوية نرجع الى دعم طبي وناخد استشارة طبية في هذا السياق لكن اللي انا عايز أقوله لك احنا محتاجين من خلال تعاملنا مع ده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيجي حاجة تفسد باطن الانسان كان بيطلب من الإنسان ان يغير وضعيته فطلب من الغضبان ان هو إذا كان قاعد يقوم وإذا كان متكئ يعتدل وكأن حضرة النبي عايزه يغير وضعيته. كمان أنا بكلمك عن تغيير وضعيته حضرة النبي كان بيستخدم الإجراء عشان تتغير الوضعية النفسية فإحنا محتاجين نغير وضعيتنا النفسية. فإذا كان عندكم وسواس فأنتم محتاجين تعملوا حاجتين أساسيتين تغيروا برنامجكم اليومي وتدخلوا حاجات بتساعدكم في برنامجكم وخاصة من الحاجات اللي أنتم كنتوا راكنينها زمان. إذا عملتوا ده فأنتوا بتطبقوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك أنت لا تغضب لا تستجيب لغضبك وإن أنت تغير وضعيتك ساعتها هتبقى أفضل وأحسن ده في الشق اللي هنعمل فيه بوصايا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم والشق الثاني احنا محتاجين دعم نفسي بشكل كبير جدا جدا بما أن البيت حصل فيه تأثير وحصلت عدوى الوسواس للبيت يبقى احنا محتاجين دعم نفسي أكيد معنا الأستاذ أم محمد من القاهرة تفضل ايه حضرتك اللي بتتفضلي يا فندم ازي حضرتك انا م... مبسوطه ان انا سمعت صوت حضرتك النهارده والله الله يرضى عنك ويبارك فيك والله انا ببسط وبصلي العصر كل يوم وبقعد استنى حضرتك عشان وقال... انا برتاح نفسيا لما بسمع صوت حضرتك وانا والله مرتاح نفسيا لما سمعت صوت حضرتك يا حاج محمد اتفضل الله يبارك لك بص يا سيدنا الشيخ والله انا بقالي 45 سنه مع الحج والحج كان رافض الصلاه خالص ورافض الصوم وانا لما طلعت حجيت فانا سالت الشيخ قدام الحرم وقلت له جوزي بيعمل واحد اثنين ثلاثه وانا متاثره من اللي هو بيعمله دنتني كل ما اقول له صلي يقول لي مالكش دعوه روحي صلي ويشوفني بصلي على السجاده ويقول لي هو انت روحي صلي روحي صلي عشان ربنا يغفر لك اقوم انا استغفر ربنا دنتني وراه لما بقالي دلوقتي بتاع 20 يوم ان انا خليته اتوجه للصلاه. الله اكبر الحمد لله. اه رب إيه ربنا يا ربنا قال يعني واحد اتوفى وقال لو كان اما اتوفى واندفن بيقول يا ريت ترجعني لاخرتي عشان طيب. اعمل لدنيتي انت طيب. اعمل لاخرتك عشان انت بقى عندك كم و 60 سنه ما ينفعش طيب. ان انت ما تصليش وكده حرام عليك. حرام على عليك لا انت قدوه لي بتامريني بايه بتامريني يا حاجه ام محمد بتامريني بتامريني بايه بيه ان انا اكلمه شويه عشان يستمر ويثبت على الصلاه اه والله يا ريت طيب يلا توكلنا على الله اول حاجه بس اول حاجه بس هو يكون فاتك وانت في في الحرم ان انت تدعي له وخاصه وانت بتبص للكعبه او ماسكه الملتزم وتدعي له فدعيتي له تعالي كمان ندعي له انا وانت دلوقتي ان ربنا سبحانه وتعالى ينظر اليه بنظر اللطف فيمسح على قلبي فيجعل قلبه مهبط مهبطا للانوار ومنزلا للاسرار ويجعل قلبه موصول بربه الغفار وان يرزقه تجليات الغفران ويجعله الله سبحانه وتعالى في خير حال ويثبت النور نور نور محبه العباده في قلبه ويجعله في مصاف ينتقل من العباده الى العبوديه ويجعله ما خير البريه صلى الله عليه واله وسلم. انا عايزك تعملي شويه حاجات بلاش تقولي له عباره اوعى إيوة ترجع تاني ما تقوليلوش العباره دي خالص عشان ما تكونيش عون للشيطان عليه وتدعي له في كل سجدة من سجدات صلاتك 34 سجدة ادعي له فيهم وايه تاني وتحاولي بقدر الامكان تحاولي تكلميه عن حلاوة وجمال ما يجده في الصلاه وتتكلموا انتوا الاثنين والله انا مره صليت وحصل كده هذا الكلام اللي بيدخل السرور على القلب ويخليكي تدخلي في قوله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الحسن كصاحب المسك فتبقى انت صاحبه المسك تبشري بالجنه وما تخليت تخلوش يقنط من رحمه الله سبحانه وتعالى وتفتحي له ابواب الرحمه الثلاث حاجات دول ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيخليه في خير حال وانا بقول له يا حاج ابو محمد عشان هنفترض ان الاسم دوت حاج ابو محمد الصلاه دي جنه قطعه من الجنه ربنا خلقها خلق ربنا جعلها لنا بتتفتح ابواب الوصال بالله سبحانه وتعالى فندخل فنجد في الصلاه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يا ما قلوب في الصلاه ويا ما صدور انشرحت في الصلاه ويا ما جراح ذهبت في الصلاه ويا ما ناس ارتاحت من همومها ويا ما ناس نزلت عليها من عليها ديونها كل ده بيحصل في الصلاه كل الجمال ده بيحصل في الصلاه ولذلك الصلاه عمود الدين ليه عمود الدين لان هذا العمود بيثبت الايمان في قلبك وبيخليك موصول بالله سبحانه وتعالى فاوعى الا الصلاه اول ما يسأل عمده عنه انه عبد الصلاه فلا بد ان انت تخلي بالك من الصلاه السيده ام محمد من الشرقيه تتفضل ايوه السلام عليكم ازيك يا شيخنا الحمد لله نعمه وفضل اخبار حضرتك ايه؟ فضل ونعمه الحمد لله. يا رب دايما، معلش يا شيخنا انا بس عندي سؤال. اتفضلي. آه لو سمحت هو جوزي كان عايز مني طلب يعني كده، فالطلب ده ما كان آه ما كانش معايا، انا شاكه بصراحه ان اذا كان الطلب ده معايا او لا، تمام؟ فهو قال لي الطلب دوت لا يعني هو مش معاكي، انا شاكه ان هو في بيت بابايا او او في البيت، بس طبعا. بصراحه انا لما زعقني وكده انا حتى قلت لو الطلب موجود في البيت انا مش مطلعه على نفسي يعني. المهم جالي بعد شويه قال لي يعني الطلب مش معاكي؟ قلت له لا مش معايا. قال لي طيب الطلب لو في الطلب ده لو في البيت وبنتي طالق بالثلاثه تمام؟ انا اتصلت معايا شيخنا سامعك كويس انا اتصلت باخويا قلت له انت لقيت الطلب دوت؟ قال لي لا انا مش لقيته نفترض إن, ان الطلب دوت القايمه هو في البيت نعم نفترض ان الطلب ده القايمه تمام ماشي آه. فهي فهي أديها. دلوقتي سالت انت ما كنتيش تعرفي ان لا هي أنا في البيت ولا مش في البيت؟ كنت شك... لا كنت شاكة ان اغلبية اللي... كنت شاكة ان انا اخدتها اخر مرة من اخويا وهي في البيت. طيب بس لهوكت ولهوكت على الطلب دوت وضرب بنتي ساعتها انا خفت فقلت اريح دماغه وقلت له لا مش موجود عشان طيب. ما ادورش ونلغي وننهي الموضوع. طيب فهو جه قال لي طيب يعني 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 القايمه دي مثلا نفترض يعني مش معاكي قلت له اه مش معايا قال لي طيب القايمه دي لو في البيت تو طيب بنتي طالق بالثلاثه طيب. وتف... وتاكدت في المية انا كده انا كنت برضو متاكده ان هي في البيت في بيتي طيب. بس برضو يعني اتاكدت من اخويا قال لي لا الطلب ده مش معايا طيب طب انا بقى انا خلاص الطلب ده في البيت اكيد في مية في المية ونفترض ان انا كنت متاكده طيب. انا دلوقتي ظروفي ايه بقى ولا حاجه ظروفي كل خير ان شاء الله بس ما تعمليش كده تاني يا ام محمد ما تعمليش كده تاني لان دوت غلط خطر شويتين ثلاثه خطر على ايه مش خطر بس ان الطلاق يقع خطر على علاقتك بزوجك ما تخليش الخوف يخليكي تعملي شوية حاجات مش صح طيب أنا عارف أن انتي هو عايزة يعمل بيها إيه أكيد عايزها عشان ياخدها ويقطعها أو, أو ياخدها ويعمل, ويعمل أي حاجة تاني أو ياخدها ويطلقني طيب أنا بقولك لك بنصحك بإيه أولا أنت بتسأليني هو أنا لسه مراته ولا مش مراته مسألة سهلة أوي خليه يتصل بي هتاخدي رقم تليفوني من الكنترول أو يتصل ب وسبعة بدار الإفتاء المصرية ليه؟ لأن المسألة في مسائل الطلاق احنا لازم نتحقق من صاحب الطلق صاحب الطلقة. مين اللي صاحب الطلاق ده؟ صاحب الطلاق ده الزوج. لأن احنا هنسأله أنت كنت بتقول كده إيه؟ قصدك إيه؟ وما تخافيش إن شاء الله الأمور كلها تكون في خير إن شاء الله. يبقى هو لازم يسأل. فأنت بتسأليني دلوقتي طيب أنا مش هقدر أقول له، لأن أنا لو قلت له هيعرف إن أنا كذبت عليه ولو كذبت عليه لو هو كان قايل لو القايمه كانت هنا وكان بياددني انت اصلا ما كنتيش تعرفي مش متيقنه فلما قلت له انا مش عارفه يعني كلمه عارفه دي تنفع تتقال على الظن وتنفع تتقال على اليقين المفروض ان انت كان غالب على ظنك بس مش متيقنه فكان معنى كلامك ان انت مش متيقنه فمعنى كده ان هو لم يصادف محله وعشان كده بقولك اطمني بس لو قدرتي تخليه يسأل خليه يسأل وده هيكون احسن